استراتيجية الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء تتمثل في استقطاب ناخبي الولايات المتأرجحة في السباق نحو البيت الأبيض. ولاية ويسكونسن تعتبر ساحة معركة مفتوحة بين الحزبين بعدما حقق الرئيس السابق دونالد ترامب فوزا صعبا هناك في 2016 كأول جمهوري يفعلها منذ 1984، فيما قلب بايدن الطاولة في انتخابات 2020 وحسم أصوات الولاية بأقل من نقطة مئوية واحدة. ويسكونسن تشكل مع ولايتي ميشيغان وبنسلفانيا ما يعرف باسم الجدار الأزرق، لأنها صدت المرشحين الجمهوريين للرئاسة منذ 1992 حتى 2012. المرشحان يدركان جيدا أهمية ويسكونسن التي حسمت فيها أربع من آخر ست منافسات على سباق البيت الأبيض بأقل من نقطة واحدة، لكن الفوز بالولاية وأصواتها العشرة أصبح أكثر إلحاحا بالنسبة للديمقراطيين الذين يسعون إلى التمسك بالجدار الأزرق الذي ساعد بايدن على الفوز قبل أربع سنوات.